هي الأرض التي ولد فيها بعض أنبياء ورسل الله موسى وهارون ويوشع بن نون عليهم السلام وغيرهم. هي الأرض التي عاش ومر بها بعض أنبياء ورسل الله إبراهيم الخليل وإدريس ويعقوب ويوسف وعيسى عليهم السلام وغيرهم. هي الأرض التي كلم الله بها عبده ورسوله موسى عليه السلام. هي الأرض التي ذكرت في القرآن الكريم تصريحاً وتلميحاً في 28 موقعاً. هي الأرض التي أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم بأهلها خيراً، فإن لها ذمة ورحمة. هي الأرض التي تنتسب إليها أمهاتنا هاجر وزليخة وماريا القبطية. هي الأرض التي منها سيدة من سيدات أهل الجنة آسيا بنت مزاحم. هي الأرض التي عاش فيها كبار الصحابة وكبار العلماء، ومات فيها آلاف الصحابة والصالحين. هي خزانة الأرض وخيرها يعم الجميع. هي أرض الأقباط والمسلمين والأرض المباركة. هي مصر أرض الصالحين. بعد أن قتل الإمام الحسين رضي الله عنه وانتهت كربلاء، سيق ركب الأسرى إلى دمشق، حيث وصلوا إلى يزيد بن معاوية، ويقال إنه لما رأى رأس الحسين دمعت عيناه وقال: كنت أرضى من طاعتهم مما دون قتل الحسين، لعن الله بن مرجانة. ثم أمر بإدخال الأسرى والسبايا، ودار بينه وبين السيدة زينب حديث طويل ختمته الطاهرة الهاشمية بقولها: أظننت يا يزيد أن حين أخذ علينا بأطراف الأرض وأكتاف السماء فأصبحنا نساق كما تساق الأسارى، أن بنا هوانا على الله وأن بك عليه كرامة؟ وما كان من يزيد إلا أن تقبل منها ما قالت وأمر بها لتسافر حيث تريد، وأرسل معها صحبة آمنة، فعادت إلى المدينة المنورة تتذكر الأيام الخوالي. سيقت السيدة زينب مع الأسرى والسبايا في معركة كربلاء، فكان أبشع موكب قد يصفه الرواة. لعلهم كتبوه بدموع من دماء وحبر من غبار المعركة. تحكي لنا المرويات أن الركب قد جاز ساحة المعركة، وقد تناثرت أشلاء من ارتقوا في كل مكان، فصحت السيدة زينب: يا محمدا، صلى عليك ملائكة السماء، هذا الحسين بالعراء مرمل بالدماء مقطع الأعضاء. ثم بعد ذلك سيقت أسيرة وهي السيدة من بيت النبوة، سيقت أسيرة إلى هذا الذي كان يتولى أمر المسلمين في حينها، وهو خليفة الأموي زياد ابن معاوية، وهذا جعلها تتوجه إليه بكلمات قاسية، لأنه حمل إماء والجواري أن تفضح وتساق كما يساق النعاج، وجاء بآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوقهم سوق الأسرى، وهذا لا يليق، لا يليق بمسلم أن يفعل ذلك. فما كان منها أن عنفت، فما كان منه إلا أنه استحى فخيرها فيما تريد، فأرسل فاختارت أن تعود إلى المدينة المنورة. إلا أن بعض هؤلاء المعتدون فكروا بأن وجودها في المدينة قد يمثل خطراً، لأنه سوف يؤلب عليهم القبائل، وتستطيع من خلال سيدة زينب أن تكون جيش، خشوا أن يأخذ أن يرجعوا إليهم مرة أخرى، فطلبوا منها أن تذهب خارج المدينة.
السيدة زينب لم تكن بالتي تسكت على هذا الظلم، فبدأت تحرك مشاعر الناس، فالدماء حارة والثأر ثأر الحسين. فما كان من حاكم المدينة إلا أن أبلغ ولي أمر المسلمين الخليفة الأموي، فما كان منه أن أمره أن يفرق بينها وبين الناس، أن يباعد بينها وبين أهل المدينة، لأنه يعلم أن غضبتها قد تقيم السيوف ولا تقعدها. فما كان من الخليفة إلا أنه أرسل من خيرها أي أرض تريد أن تسكنها، فاختارت مصر. وكان حسن الاختيار أنها جاءت لمن يحبها. وفي عام 61 هجرية وفي شهر شعبان وصلت السيدة زينب إلى مصر في موكب لم يشهد المصريون مثله حفاوة واهتماما، فاستقبلها والي مصر مسلمة بن بخلد الأنصاري، وكان المصريون في انتظارها بعد أن أتاهم خبر اقتراب موكبها من مدخل الفستان. دخلت السيدة زينب إلى مصر في سنة 61 هجرية، بالتحديد في أوائل شهر شعبان سنة 61 هجرية، واستقبلها المصريون استقبالاً حافلاً، واختلطت مع المصريون وأخذت تعلمهم من أفياض النبوة ومما تعلمته من جدها صلى الله عليه وسلم ومن أبيها ومن أمها. لماذا؟ لا بد أنها تعرف شيئاً عن أهل مصر، عن طيبتهم وعن حسن أخلاقهم وعن حبهم لآل البيت، لا بد أنها تعرف شيئا عن وداعتهم، وكانت تنشر السكينة والوداعة، لا بد أنها تعرف أن أهل مصر كانوا يوالون أباها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لعل هذا هي الأسباب التي جعلتها تتجه إلى مصر. وفي شهر شعبان وصلت السيدة زينب إلى مصر في موكب لم يشهد المصريون مثله حفاوة واهتماما. تلقاها ولي مصر مسلمة ابن مخلد الأنصاري بأحسن قبول، وأنزلها في داره. وكان المكان يسمى قصر الأحمر، فكان ما كان منه إلا أنه أنزلها في حجرة في جناح خاص واستمرت فيه، وكان من عادة الناس أن تقبل عليها. وأنا هنا سوف نأتي إلى سر هذا اللقب الذي انتشر به بين المصريين، وهي أم العجائز. هذا اللقب جاء من أنها كان المصريون يأتونها فراداً وجماعات. مكثت بين المصريين عاماً واحداً، وأحاطها المسلمون بحب لا يكفيه الدهر كله. لماذا؟ لأن المصريين بطبيعتهم يحبون آل البيت، آل بيت النبوة. فما كان منها إلا أنها طلبت من الذين يكونون بصحة وعافية أن يبقوا في أماكنهم، وهي ستخرج إلى الصلاة فتجيب على أسئلتهم. أما العجائز والأيتام والضعاف فيأتونها إلى بيتها لتجلس إليهم وترى حاجتهم حتى لا تتعبهم بأن يخرجوا إلى المسجد. فما كان من هذا اللقب الذي أطلق عليها بأن في مصر واشتهرت به بأنها أم العجائز. لكننا ينبغي أن نبين أن هناك فارق كبيرا وخطيرا بين حب أهل السنة لأهل البيت، وهذا ما عليه المصريون، وبين التشيع. التشيع هو ببساطة إعطاء يعني الإمام الشيعي حقوقاً سياسية غير منصوص عليها إلا عنده،
المصريون يحبون آل البيت حبا غير سياسي، فعلينا أن نميز وأن نفرق بين حب المصريين لآل البيت وبين التشيع. المصريون محبون لآل البيت لكنهم غير متشيعين على الإطلاق. لكن لم تمضي كثيرا من الوقت في مصر ولم يتسنى الوقت للمصريين حتى يتعلموا منها، فقد بقيت في دار مسلمة وأقامت بها قرابة العام حتى فاضت روحها إلى بارئها عام 62 للهجرة. فقد أوصت السيدة زينب عند وفاتها رضي الله عنها وأرضاها أن تدفن في مخدعها الذي وفي البيت الذي كانت تقيم فيه، كما ذكرنا قبل ذلك أنها كانت إقامتها في مكان إقامة والي مصر، وكان في هذا المكان مخدعها ومكانها الذي تتصل فيه بالناس وإلى آخره، إلى أن أتاتها المنية فظلت فترة بعد ذلك حتى أتت الدولة الفاطمية. انتقلت بعد ذلك الدار وقام عهد على بنائها وتحويلها إلى مسجد في القرن السادس الهجري في عهد الأموي، إلا أنه بعد فترة كان المسجد بحاجة إلى عمل تجديدات وتوسيعات به، فقام في عهد الوالي سيف الدين أبو بكر ابن أيوب قام جعفر الثعلبي بعمل مجموعة من التجديدات والتوسيعات التي كان لها أثر كبير في استمرار المسجد، وكانت بنية أساسية في تحويله إلى مسجد بهذا الشكل. واشتهر في هذا الأمر شخص كان له فضل كبير على كافة مشاهد آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في القاهرة، وهو يسمى عبد الرحمن كتخدة. وكتخدة هذه هي لفظة عثمانية تعبر عن شخص يتولى مسؤولية القاهرة أو أميراً كبيراً فوق قادة المماليك الذين كانوا يعيشون حوله في هذه الفترة. وكان يعمل لدى حاكم على مصر اسمه علي بك الكبير، وكان ذلك في عام 1739 يعني في القرن الثامن عشر. واستمر فترة طويلة في هذا المكان أو في هذا المنصب، وكان له باعا كبيرا في تحديث وتجديد كثير من المساجد، حتى أحصى له الأثريون المعاصرون أكثر من 18 مسجدا. واستمر المسجد على هذه البنية التي قام بها عبد الرحمن الأمير عبد الرحمن إلى أن جاء الوالي عثمان وشرع في إعادة تجديد هذا المسجد وتوسعته أيضا، إلا أن هذه التوسعة لم تكتمل نظرا إلى دخول الحملة الفرنسية إلى مصر. واستمر حال المسجد على هذا إلى أن جاء بعد ذلك محمد علي، وقد كانت له جملة إصلاحات في مصر عموما، وكانت من ضمن هذه الإصلاحات هي الإصلاحات التي اهتم بها بتوسعة مسجد الإمام مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضها، وكانت واحدة من الإصلاحات المحورية في المسجد، إلا أنه وقد أتمها. حتى وصل حال جامع السيدة زينب إلى ما هو عليه الآن، منارة للعبادة وللعلم وللحضارة وللثقافة. رحم الله هذه السيدة التي كانت رمزاً للبطولة والشجاعة، حتى أنها واجهت الأمويين، وربما لهذه الشجاعة لاذى المصريون بحماها حتى أنهم اعتبروها ضصيرتهم ونسبوا إليها أنفسهم بأنهم بالنسبة إليها العواجز الذين
يريدون بساطها. يا آل بيت رسول الله، حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، كفاكم عظيم الأجر أنكم من لم يصلِ عليكم لا صلاة له.